في طريقنا إلى هذه القرية المقابلة لجبل العصفور الذي احتضن أحد أكبر المعارك في تاريخ الثورة الجزائرية، فالولاية الأولى التاريخية، لم نتصور أن الشواهد لا تزال هنا لتحدث عن ذاكرة خزنتها أيام الثورة المجيدة. فضربات الطائرات موثقة في هذه الجدران، والرصاصات كذلك ما زالت شاهدة على جبروت العدو. هنا في هذا المسجد الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى السنة 1010 هجري من طرف الولي الصالح الشيخ مسعود الشابي، والذي لطالما احتضن تجمعات المجاهدين هناك. الوقت اللي جاء عباس الغرور لهنا، جاء الزاوية لهنا ودخل حوالي تقريبا 50 إلى 60 جندي دخلوا هنا للجامع. جات الطيارة الكشافة هذيك، كشفت الحالة. أيوه جت كشفت الحالة، عملوا تليفون تابر قال بلي راهم المجاهدين راهم في المسجد الفلاني نتاع الزاوية. ما كانت لحظة من الزمن غير جت 7 طيارات عادوا قنبلوا فينا قنابل لا تحصى ولا تعد، قنابل. الشيء اللي راهو يعني كي تفكر الواحد للتاريخ هذاك ينسى روحه. لكن عباس الغرور لهنا في وسط المسجد ومعاه مبركة شابي هذه الله يرحمها مرت خالي حمى، ومعاه علي بن مكي كربادو. الوقت اللي تكلم الرصاص وضرب القنابل تهبط وكذا وكذا، علي بن مكي خرج حب يضربها. سي طاهر بن يوسف كان قاعد معاهم ذكي، قال لهم عام 55 دخلت 11 في أول الزاوية بالكور ضربت ربي اللي نجانا فيك في الشنقوف المتحوف نسى كل الواحد وهنا فيك في الشنقوف المتحوف راهي منعت في ألوف كل واحد بوجهه معروف حتى من عباس معنا الطيارة تمشي وتجي خرج لها علي بن مكي قاتلوا مباركة والله شي زيد البد معنا طاش لو كان يضربها البدنا زواز ومنفرد وعاد تقريبا تترعد يا ربي وانت الواحد حتى من عباس معنا. بهذا الشعر الشعبي يذكر سكان ملاحم المنطقة ويقولون كذلك أنك حيثما وليت وجهك وتحت كل حجر ستجد شهيدا، نظرا لما قدمته المنطقة من تضحية للثورة. ألا أن ذلك لم يشفع للكثيرين ممن تعرضوا لويلتها ولظلم ما بعدها؟ يتحدث معلم القرآن هذا عن حكايته مع الظلم والقهر. في عام 59 جرت المعركة هذه اللي جت هنا في بن عباس بقاص الله يرحمه 59 ليلة زرقة علينا تجرحت فيها في هذيك الليلة هذيك تجرحت فيها، لكن من بعد ما لقيت عندي حتى حقوق من الحقوق باش تعطيني الدولة ولا تعاوني في هذا الشيء هذا، وأنا في الوقت هذاك في عمر 10 سنين ومشيت للسبيطار باقي شهرين و 18 يوم وأنا في المستشفى. هاي اليد نتاعي النداء اللي نوجهه لوزارة المجاهدين، لا ربما كاش ما يعاونوني وانا ما عنديش، لا ربما حتى الساكن ها هو راهو شاهدين عليا ها هما شهود زوز من الزاوية. ذنوب في رقابكم ونسكن ذنوب في رقابكم، انا راني نسكن في ديار نتاع الناس، درت ملفات لوليداتي برك باش نستفاد من سكنة من من من, من, من الدايرة، والله ما عطوها لي، لو كان عطوني من سكنة نتهنى الحمد لله رب العالمين. غادرنا المنطقة حاملين مشاعر متناقضة، الفخر بتاريخ الثورة والحسرة على مصائر بعض الرجال، لكن أطفالها لم يتركونا إلا والبسمة تعلو محياهم ليودعونا ببصمة أمل طبعوها في نفوسنا.